هيدا مكتب فخامة الرئيس، هيدا اللي هون بالوجه. صحيح. يعني هيدا بعدين ما اقولي شو مكتبي بعد كم سنة. انا مواطن لبناني، عمري 9 سنين ونص. انا شاطر بالمذهب عن اخراج الايد، وانا بدعي كل المواطنين اللبنانيين انه يشتبوا المذهب، انه هو عم بيقسمنا. لازم نحن بلبنان نتوحد. اذا فتنا على الكنيسه او على الجامع، الله ما بيطلب مننا شو طائفتك او شو مذهبك ووين اخراج ايدك. ايها اللبنانيون يلي من عمري، نحن لازم نؤمن بهالبلد ونحن التغيير. انا ناجي الحاج علي، بطمح اني صير رئيس جمهوريه، وانا بدعيكم من هلا تبلشوا تفكروا بالتغيير.